بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معاكم أحمد عبد الرحمن، وبرحب بكم في أولى محاضرات سلسلة أرنولد 5 فور سينما 4D. طبعا احنا كنا عملنا قبل كده مجموعة محاضرات على افتكر تجاوزوا 20 محاضرة أو 24 محاضرة حاجة زي كده، لكن أنا اخترت إن أنا أشتغل أرنولد 5 تاني بمعلومات افتكر في منها هيبقى كان موجود في المحاضرات اللي قبل كده، لكن في كتير جدا جدا هيبقى ابديتد على حسب فيرجن الارنولد 5 في سينما 4D. هنتكلم على حاجات كتيره جدا. هنتكلم على من اول السامبلينج، ايه هو السامبلينج، ازاي الريندر انجن نفسه بيشتغل. مهم جدا نفهم الريندر انجن نفسه بيشتغل ازاي قبل ما نبدا نشتغل عليه. بعد كده بعد السامبلينج هنتكلم على ازاي بنشتغل اللايتنج، ايه هي انواع اللايتنج واللايت فلترز في ارنولد. بعد كده نتكلم على الشيدنج او الماتيريالز او التكتشرينج وتفر المعنى اللي انت عايزه. نتكلم على كل الخامات تقريبا الموجودة في الارنولد. بعد كده نتكلم على الاتموسفيركس زي الفوج، الانفايرومنت، السكاي، الفوليوم جريد ريندرينج. بعد كده هنعمل وركشوب نلم فيها كل الكلام ده، بس تبقى وركشوب كبيره شويه نلخص فيها كل اللي احنا قلناه في الكورس. برضو من ضمن الحاجات اللي اتكلم عليها وهفضل ان انا اتكلم عليها في الوركشوب هي الكاميرا، ازاي نشتغل بالديبث اوف فيلد، ازاي بنظبط اعدادات الكاميرا في الارنولد، وبعد كده ازاي بنعمل الريندرينج، ازاي بنطلع الاي او فيز، وبعد كده ازاي بنعمل الكومبوزيت على افتر افكت. كل حاجه ان شاء الله هتبقى متاحه من اول اصدار الارنولد اللي هنشتغل عليه علشان محدش ينزل اصدار مختلف. في حاجه مهمه جدا كمان حابب اقولها بالنسبه لارنولد 5. ارنولد 5 في مجموعه شيدرز اسمها AL شيدرز. الاي ال شيدرز ما عادتش بتشتغل مع ارنولد 5 سواء على ماكس او على سينما او على مايا، ما بتشتغلش. واي حاجه بتتعمل بيها حتى لو انت حاولت تلاقي حل بتطلع فلات ريد، بتطلع لون احمر. السبب وده وفقا يعني لموقع اوتوديسك، السبب ان الارنولد 5 خد كل المميزات اللي موجوده في الاي ال شيدرز، وبالتالي بقت ايه الشيدرز هي دوبليكيت لمميزات هي اوريدي اصلا بقت موجوده في اصدار رقم 5. احنا هنشتغل عشان نبقى عارفين الاصدار اللي هنشتغل عليه، هنشتغل على ارنولد هيلب اباوت، هنشتغل على ارنولد 2 الكور بتاعه 5.0.0.1. افتكر ان بوينت 2 طلع تمام، مش عارف ايه الجديد فيه لكن افتكر ان هو بج فيكسنج. ده بالنسبه للاصدار اللي احنا هنشتغل عليه. لو حد اشتغل على اصدار قبل ده افتكر في بعض الخواص مش هنلاقيها موجوده، فحاول توحد الاصدار. بالنسبه لاصدار سينما احنا هنشتغل على سينما 4D ار 18. حاجه مهمه جدا كمان، اتاكد انك انت عامل ابديت لاخر فيرجن من سينما 4D، لان ارنولد من اصدار 4 اللي هو الفايل فيرجن بتاعه 1.6. لما بتنزله على سينما من غير ما تكون عامل ابديت لسينما نفسه بيعمل معاك باجز كتيره جدا، اولهم الاي بي ار ما بيشتغلش. يعني تيجي تعمل كده مثلا الاي بي ار بيقف، سينما هيعمل كراش، هتيجي تشتغل بالماتيريال تحت هنا مش هيبقى فيه البريفيو دي اصلا، ولو بقى فيه البريفيو دي هتلاقي البريفيو دي بتهنج لك البرنامج كله على ما الصوره دي تظهر. السبب مش في اصدار الارنولد، والسبب مش في ان الكراك بايظ، السبب ان سينما عندك مش معمول له ابديت. فانت تروح لهلب ومن هلب هتقول له تشيك فور ابديت او اعمل اباوت وشوف رقم البيلد. انا عندي بيلد ار بي 203954. تأكد ان البيلد عندك هو اخر ابديت لسينما. برضو عشان تتأكد اكتر هتروح لهيلب وتقوم قايل له تشيك فور ابديتس، وتضمن ان هو ما جابلكش حاجه في المين ويندو
الاوبشنال والكلام ده كله ما تبصلوش، ما بينزل فيه المكتبه، بينزل فيه اللغات، كل الكلام ده مش مشكله. احنا يهمنا المين ابديت بتاع سينما يكون على اخر اصدار. بعد ما تعمل الابديت تعمل سيت اب للارنولد، لو انت كنت عامل سيت اب للارنولد تمام شيله واعمل ابديت للسينما، بعد كده ارجع اعمل السيت اب بتاع ارنولد مره تانية واشتغل، هتلاقي السينما شغال معاك تمام ومفيش فيه اي مشاكل، وارنولد برضو شغال من غير اي مشاكل. ده بالنسبه لملخص السلسله اللي احنا هنبداها ان شاء الله. واهي بالظبط هنا ابديتس، هنا مفيش حاجه كده احنا تمام. اوبشنال زي ما انت شايف، ريليز كونتنت لايبراري كده بنتكلم في اللايبراري، وهنا بنتكلم في اللانجوجز، يعني مش 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 ارجنت او انك انت تعمل الابديت ده. هيستوري ده الابديت اللي انت او اللي خلصت، ريليز 18 ابلكيشن هو ده كان اخر ابديت تمام. ده كان ملخص للسلسله اللي احنا هنبداها مع بعض ان شاء الله. اتمنى يكون في متابعه كويسه، اتمنى نشوف تطبيقات من الناس كويسه، لان عن تجربه سينما 4D الستاندرد ريندرر بتاعه حتى اصدار 19 بطيء جدا 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 مقارنه بارنولد، مقارنه بفيري، مقارنه بريد شيفت، مقارنه بكورونا. طبعا واحد يقول لي هو ايه احسن واحد في دول، انا ما اقدرش اقول لك احسن واحد في دول تمام، انت جرب وقارن واشتغل، لكن اقدر اقول لك ان الستاندرد في السوق فيري ارنولد تمام، يعني ده بيطلع فوق ده شويه، ده بينزل فوق ده شويه، بينزل تحت ده شويه، في الماكسويل، يعني مش هقدر اقول لك اشتغل بكذا في كذا، لكن هقدر اقول لك حاجه، هقدر اقول لك اللي بيشتغل كومباتيبل جدا مع البرامج ارنولد اوكتان بيشتغلوا مع سينما 4D في منتهى الجمال بدون اي مشاكل تذكر. فيري مليان باجز مع سينما 4D، ما اعرفش بقيه الريندرر ظروفها ايه مع سينما. لو هنتكلم على ماكس ف فيري يعني الصديق الصدوق لماكس وبيشتغل معاه بدون اي مشاكل تذكر، بقيه الريندررز برضو ما اعرفش. مايا يعني مفيش ريندر مع يعني مفيش ريندرر ما عملش معاه باج، فانا مش عارف قصه مايا ايه في موضوع الريندررز، لكن في الاخر استقروا ان ارنولد شغال معاه كويس، وان يكون برضو كنت شفت بعض الشكاوي او الشكاوى من ارنولد مع مايا بيستدعي ابديتس معينه سواء في البلاجن او سواء في الكور بتاع برنامج المايا نفسه، فمايا مش قادر احكم عليه، لكن اللي اقدر احكم عليه واشتغلت بيه في ماكس ريلي في سينما 4D شفت شغل بالاوكتان كويس جدا، بس مش متوفر له سورس. ارنولد بصراحه قوي جدا مع سينما وسريع جدا جدا جدا. ده بالنسبه للاسئله اللي هتتسال عامه، فان شاء الله زي ما قلت ناوي ان انا اخلي الستاندرد بتاعي بعد كده على طول سواء في الموشن او في الفيجوال افكت ارنولد، لان الشغل بالخامات بتاعه السينما هو ممتع، ممتع جدا على فكره، ممتع جدا وجميل جدا وسهل جدا، وانا يعني بعشق ان انا اعمل الماتيريالز، وعندي شغف بموضوع اللايرز والحاجات الظريفه دي. لكن تعالى كده اشتغل بالريفلكتنس تشانل مع جي اي، كده انت عملت غلطه عم. مهما تلف وتدور ومهما انك انت تطلع، انا طلعت طرق كتيره جدا ان انا اتحايل على الموضوع، وان انا اعمل فيك جي اي، وان انا اوقف الجي اي من سينما واعمل انا جي اي يدوي واشتغل، والصوره بتطلع كويسه وحلوه، بس في بعض الاوقات انت لا مفر انك انت هتشتغل ب الجلوبال الومينيشن، بلاش موضوع الجي اي ده خالص. لو انت حتى تشتغل بالستاندرد ريندرر وعليت الانتي اليسينج انت كده بهدلت الدنيا. طبعا هتقولي ما انا ممكن معليهاش، ما تعليهاش هتاخد فليكر، بلاش هتاخد فليكر. انت لو معلتش السامبلز بلاش الانتي الياس، لو معلتش السامبلز في الامبنت اكلوجن مثلا ومعلتش سامبلز في الشادو بتاع اللايت، خد نويز لبكره. فخلصت الموضوع، الستاندرد ريندرر بتاع سينما 4D في حته السامبلنج بالذات بشع بشع، يعني ما بيعملهاش، بيعملها بطلوع الروح. فالفريم اللي هياخد معاك في سينما، والله والله بالتجربه، الفريم في سينما 22 دقيقه رندر، كان سين فيها نفس السين اللي كنت طلعت عليها الوركشوب
بتاعت الازاز والكتاب، تمام. نفس دي الفريم الواحد فيها لما عليت ريندر وطلعت برودكشن ريندر، تمام، واخد 32 دقيقة على ورك ستيشن. نفس السين دي بالظبط غيرت الماتيريالز بتاعتها واشتغلتها بالارنولد من 32 دقيقة، تمام، لثلاث دقايق وخمس ثواني. فرق ما تقارنش. فعموما هو ده اللي انا ناوي ان انا اعمله على طول ان شاء الله، يبقى الستاندرد بتاعي جوه سينما هو الارنولد، زي ما انا الستاندرد بتاعي جوه ماكس هو الفيري. فهتقل عليكم شويه في السلسله دي، هتبقى كومبريهنسيف قوي، هتبقى ديتيلد جدا. مش عايز اقول ان هي هتبدا ومش هتنتهي، لان احنا هنلحم كله ورا بعضه. يعني هتبقى هي سكتنا في سينما، اللي هي سكه الرياليزم واستغلال السينما، ان احنا نطلع بالموشن لمستوى تاني، نطلع بالفيجوال افكتس حتى على قد ما نقدر بسينما لمستوى تاني، ويبقى الانتاج قوي وكويس. بشوف شغل جميل جدا لناس كتيره جدا جدا بسينما 4D بالريتشفت، تمام. معرفش بيتفادوا الارنولد ليه، يمكن عشان موضوع النودز ده معقد شويه، بس مش معقد والله، ولو اتفهم هيبقى جميل جدا. وارنولد اقوى نقطه فيه الفوليومز، بيرندر الفوليومز بسرعه رهيبه، الفوليومز اللي هي الضباب، الدخان، الفوليوم لايت، الحاجات اللي فيها تحس اللي فيها فوليومتريكس دي، بيرندرها بسرعه رهيبه. مفيش رندرر تاني لحد النهارده بيرندر الفوليومز اللي بتمثل كابوس لاي ارتست مننا، وبيتفادى يعملها في 3D وبيروح يعملها في الكومبوزيت، تمام. بيرندرها بسرعه زي ارنولد. فانا مش بعمل دعايه لارنولد، بس بقول التجربه اللي انا جربتها. معلش طولت عليكم في الانترودكشن دي، لكن ان شاء الله كل حاجه هتبقى متاحه. السين اللي قدامكم دي اللي هي الشيدر بول دي، دي اوريدي اصلا متاحه، متاحه اصلا فري على موقع سي جي اي ماسترنج بتاع ارنولد واروك، لكن هي برضو انا هحطها لكم وهحط لكم اطار الارنولد، بحيث ان احنا لما نتابع كلنا مع بعض من اول ليسون. واشوفكم على خير في المحاضره اللي جايه ان شاء الله.